أخوتي الكرام، مع أول ورشة عطر من نبض بوحنا نعطر بها أسماعنا وتطيب لها أنفسنا، هي آيات طاهرات مباركات من الذكر الحكيم يتلوها برعم من براعم مروج القرآن محمد صادق الدريعي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات.